فاطمة زهرة خيرات، مديرة الجمعية الفاعلين الاقتصاديين للأحياء الصناعية سيدي البرنوسي الزهار. في إطار هذه الدورة الثامنة ديال التورنوا دو ميني فوت انتر انتربريز، الجمعية اللي كتنظمها شاك آني بمناسبة شهر رمضان الكريم، كنحاولوا نجمعوا الشركات في إطار لانيماسيون ديال لا زون. لي زومبلوي ديال الشركات كيلعبوا بيناتهم التورنوا، الهدف ديالها هو تقريب العمال من بعضهم البعض، وليفينمون عرفات المشاركة ديال 8 الشركات اللي لعبوا في إطار تورنوا، لعبوا مجموعة من المباريات اللي الهدف ديالها كانت الانيماسيون والمعارفة ديال العمال ديال الشركات. روح نبي سعيد، مسؤول عن شركة إكراكا كماروك. شركة إكراكا كماروك اللي حرزت الميدالية الذهبية واحتلت الصف الأول في الدورة الثامنة ديال دوري رمضان ديال جمعية ازدهار. بهذه المناسبة كنشكر أيضا جمعية ازدهار على حسن التنظيم وحسن البرمجة. بالمناسبة كنشكر أيضا الطاقم التحكيمي اللي كان في المستوى ديال التظاهرة. ومرة أخرى كنشكر جميع الشركات اللي ساهموا معنا في هذه الدورة هذه بدون استثناء. عبد الرحيم زهرات، كاتب عام مجموعة مرسوار. تنعيشوا هذه الليلة واحد عرس ريادي اللي منظم من طرف جمعية الازدهار، اللي تشاركي فيه 8 الفراقي، وبفضل سبحانه وتعالى دخلنا النهاية وتكلسينا الثانيين، وهذه كانت لنا أول تجربة. تتمنى إن شاء الله السنوات القادمة نحاول ما أمكن نحققوا نتائج حسنة إن شاء الله تعالى.